صاحب من نجوم المباراة النهاردة وصاحب الهدف الثاني أحمد خالد كباكا. يعني كباكا ألف مبروك الفوز والهدف كمان النهاردة، كان ليك دور مهم جدا، قيادة وسط الملعب، كنت بتتكلم كتير مع زملائك، يعني كلمني بقى عن سير المباراة وأدائك فيها، خاصة المباراة كانت مصعبة كتير جدا النهاردة. الله يبارك في حضرتك. الاول الحمد لله، الشكر لك يا رب اللي احنا كسبنا. الحمد، بشكر الجهاز، بشكر اللعبه كلها اللي نزلت واللي طلعت واللي كانت بره السكور. الحمد لله الماتش الاول اللي اتصعب بجون مباغت لينا، بعد كده الحمد لله اتمسكنا يعني وجبنا جون التعادل. كان مهم جدا نجيب الجون قبل الشوط الاول ما يخلص، والحمد لله ربنا كافينا وكرمنا في الاخر اللي احنا جبنا ضربه جزاء الحمد لله. يعني كباكا كنت بسمعكم دايما بتتكلموا مع بعض في الملعب، كان صوتكم حتى عالي، وصلنا في المدرجات بتكلموا وتقولوا بعض، بتشدوا بعض ازاي؟ احنا كنا بنتكلم ان احنا نلعب لاعبنا ما نتاثرش بالجون اللي دخل فينا. احنا شخصيه النادي الاهلي، احنا النادي الاهلي نفرض شخصيتنا على قد اي حد وبس. اللي جاي ان شاء الله بقى جمهور النادي الاهلي بيتفرج عليكم، يمكن قناه النادي الاهلي زعلت لكم مباراه بلديه المحله والنهارده كمان غزل المحله، تقولوا للجمهور ده الفتره الجايه ان شاء الله. طبعا بنوعدهم ان احنا ان شاء الله ناخد الدوري زي ما خدناه السنه اللي فاتت، وان شاء الله اهم حاجه احنا بنعمله اللعيبه الفرقه دي تفرز لعيبه للفريق الاول، وان شاء الله اكبر عدد يروح للفريق الاول ان شاء الله. شكرا يا احمد، بالتوفيق اللي جاي ان شاء الله. كابتن اسامه، دي كانت لقاءاتنا هنا من النادي الاهلي بمدينه نصر عقب مباراه الاهلي وغزل المحله، فوز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف واحد. ان شاء الله النادي الاهلي موفق، وباذن الله الفرقه تحقق طموحها، اكبر عدد يكون في الفريق الاول، وكمان باذن الله يحصدوا بطوله الدوري وكل العام الثاني على التوالي. كما كابتن اسامه اتفضل.